انطلت خطه القائد عبد الرحمن على القائدين ليوتاي وبوراي، لكن تسوتسو غضب لذلك وعرف ان عبد الرحمن اراد ان يقنعه بانه لا يريد القتال معه، ولذلك جهز جيشا كبيرا لمهاجمه حصن هوتشو والانتهاء من عبد الرحمن. وهكذا سيقع عبد الرحمن في فخ قوات تسوتسو هذه المره، فلن يكون امامه الا الهرب لانقاذ حياته، ولكنه لا بد ان يعود للانطلاق من جديد. لقد احضرت ضيفا يقول انه من قريتك يا عبد الرحمن. من قريتي؟ هل انت متأكد يا حمزة انه من قريتي؟ اجل، هكذا يقول. ارجو المعذرة لزيارتي المفاجئة. أيمكن ان تعرفين على نفسك ايتها الفتاة الغريبة؟ ما هكذا يعامل الضيوف، ستعرفنا بنفسها فيما بعد. لم تتغير طباعك كل هذا الوقت يا حكمة. ماذا تقولين وتعرفين عن طباعي أيضا؟ تذكرت، أنت هدى ابنة عمي. نعم، لقد مضى وقت طويل منذ أن غادرت قريتنا. نحمد الله على سلامتك بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة. إذن أنت هدى تلك الفتاة الطيبة التي حدثنا عنها عبد الرحمن ولم يكن لدينا الوقت الكافي للالتقاء بها، ولكن كيف وصلت إلى هنا؟ لا بد أن يلتقي الإنسان بأصدقائه، هذه هي طبيعة الحياة. اشتقت كثيرا لأمي الحنونة، أخبريني عنها. لا بد أنها تعاني كثيرا من الوحدة، ماذا جرى؟ هل حدث لها مكروه؟ أجيبيني. أنا آسفة، لقد هاجم الأشرار القرية. وماذا جرى؟ هل تقصدين أنهم قتلوها؟ أجل، وقتلوا نور أيضا. أمي الحبيبة. يا أمي! عبد الرحمن، لا تقلق بشأني أبدا، سأعيش مع نور. أن نصبح أخوة يعني أن أم عبد الرحمن أصبحت في مقام أمي. في مقام أمنا نحن ثلاثة، لا نحن الأربعة. محمود، كيف تقول دائما إنك لن ترجع إلى بيتك طالما أنت في منتصف الطريق؟ ودائما تردد بأنك ستكون بطلا لأنها ربتك دائما على حب الناس. لابد أنها تعذبت كثيرا منذ فارقتها، ولكنها كانت تريدني أن أحقق أهدافي، وأنا لم أنسها لحظة واحدة. أشكرك يا هدى لأنك بقيت إلى جانبها هذه المدة، شكرا لك. كانت مثل أمي تماما، أعطتني الرعاية والحب بعد أن قتل رجال القبعات الصفر والدي. كانت ثقة أمك بك كبيرة يا عبد الرحمن، وأخبارك كانت تصلها دائما. كانت كلمات أمي المشجعة تنير لي طريقي لمحاربة الأشرار، كانت رحمها الله تحب الخير لجميع الناس، مما زادني إصرارا على تحقيق أهدافي التي أسعى من أجلها. هدى، سأزور قبر أمي عندما أنتصر، فكم تمنت ذلك. نعم، فهذا واجب علي. يجب أن نفكر بطريقة ما لنخفف عن عبد الرحمن. وكيف سنفعل ذلك؟ أنا سأقول لك، إن موت أمه جعله يشعر بالحزن والوحدة، فإذا زوجناه فإن ذلك سيخفف عنه، وبالتأكيد سيخرجه مما هو فيه. أنت مصيب في هذه الفكرة، لقد أنستنا الحروب التفكير بحياتنا الخاصة. أتمنى أن يقبل عبد الرحمن فكرة الزواج من هدى هذه. يبدو أن أفكارنا متشابهة جدا يا حكمة. أجل، حتى تعرف أنني أستطيع أن أفكر مثلك يا حمزة.
أعتقد أن الزواج لا يتعارض أبدا مع تضحية الإنسان في سبيل قناعاته النبيلة. في تلك الأثناء اكتشفت سوتسو الوثيقة الممهورة بالدم، كما اكتشف رسالة الإمبراطور السرية التي تدعو إلى قتل تسوتسو، ونتيجة ذلك قتل العجوز تانغ شانغ وقتل معه قادة آخرين. تقول إن عبد الرحمن وقع على الوثيقة؟ لابد أن نقتله. هذا ما يجب أن نفعله، لأنه سيصبح مصدر خطر شديد إن تحالف مع شاو. لا أعتقد ذلك، لأن شاو بطيء في اتخاذ القرار، ولذلك لن يحرك شاو قوته بسهولة حتى لو هاجمنا حصن هوتشو. وأنا أيضا أعتقد أن القائد شاو من هذا الصنف، لذلك سنقتل عبد الرحمن. اذهبوا الآن واستعدوا للانطلاق. قادت سوتسو جيشا كبير العدد وقسمه إلى 5 كتائب ووضع وجهتهم حصن هوتشو. وصلت الأخبار فورا إلى عبد الرحمن، ولم يكن أمامه إلا طلب المساعدة من شاو، إلا أن شاو نكص بوعده بمساعدة عبد الرحمن أثناء قتاله ضد تسوتسو. رفض شاو إرسال قوات المساعدة؟ أجل، قال إن المرأة لا يذهب إلى النزهة بينما تهدد النيران بيته، لهذا فقد رفض أن يقدم المساعدة لك يا سيدي القائد. يبدو أن شاو أضعف مما توقعنا، ولذلك يخاف من جبان مثل تسوتسو. وقال أيضا إذا أردت أن تهرب من هوتشو فلا مانع عنده من استقبالكم في حصنه وحمايتكم. لا خيار أمامنا إلا القتال. هل طلبت رؤيتي؟ أعتقد أنك قد سمعت أن حصن هوتشو مهدد بالدمار، سأرسلك إلى حصن آخر ضمانا لسلامتك. لا تطلب مني ذلك، لأنني سأبقى إلى جانبك. سمعت أن هذه المعركة ستكون مصيرية بالنسبة لك يا عبد الرحمن، ولذلك قررت أن أقوم بواجبي. أرجو أن تسمح لي بذلك. لا يمكن، لأنه إذا حصل لك مكروه فسأبقى أحس بعذاب الضمير طوال حياتي. أوصتني والدتك ألا أبتعد عنك أبدا إذا ما حصل والتقيت بك يوما. هدى، هل تقبلينني زوجا؟ ماذا؟ لقد فاجأتني يا عبد الرحمن، لكنني سأكون فخورة جدا لأنني سأصبح زوجة بطل. إن وقوفك إلى جانب الخير والحق يعني أنني موافقة. لكن زواجي منك لا يمنع من أن أرسلك إلى حصن آمن. إذا كانت هذه رغبتك فلن أعارضها أبدا يا عبد الرحمن، وأوعدك منذ هذه اللحظة بأن أبقى زوجة مطيعة. أقيمت حفلة زفاف صغيرة احتفالا بزواج عبد الرحمن من هدى، ومن أجل سلامتها طلب عبد الرحمن من حمزة اصطحابها إلى حصن آمن قريب من حصن هوتشو. أما حكمة فقد بقي إلى جانب عبد الرحمن بانتظار المعركة القادمة. سننتظرهم في هذا المكان، ستظهر قواتهم قريبا. لماذا لا نقوم بهجوم مفاجئ لنحبط خططهم؟ هجوم؟ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع في القتال، لماذا لا نقوم باستخدام خطة فكي الكماشة بالتعاون مع حمزة؟ خطة ذكية وأنا موافق عليها. حصن عبد الرحمن يبدأ من هذه الحدود. الرياح تقف ضدنا هذا اليوم. هناك قاعدة حربية تقول عندما تهب الرياح فثمة هجوم ليلي. كيف؟ أعرف كيف يفكر عبد الرحمن، سيستغل حركة الرياح ضدنا ويهاجمنا، ولذلك يجب أن نفتح عيوننا جيدا حتى لا يباغتونا. إذن سنقف لهم بالمرصاد وندمرهم. استعدوا فورا. حاضر. كما توقعنا يا عبد الرحمن، إنهم غارقون في النوم. لنبدأ. حاضر. هيا. ماذا يجري هنا؟ لقد خدعونا، كن حذرا يا حكمة. ها؟ إنهم يحاصروننا. ليس أمامنا إلا أن نقاتل. هيا هيا هيا.
بسرعة! اجتاحت قوات التوتسو حدود مقاطعة هوتشو وحوصر الحصن، وأصبح أمر سقوطه مسألة وقت فقط. قرر عبد الرحمن الالتجاء إلى القائد شاو في مقاطعته القوية، راغبا في المساعدة التي يمكن أن يقدمها له للانطلاق من جديد. اعتني بهدى جيدا يا حمزة. سيدي، حفاظا على مصلحتنا طلبت من شانك وي وابنه قيادة حصن هوتشو، فأرجو أن تسامحهما على تعاونهما مع عبد الرحمن. ولكن أين اختفى عبد الرحمن؟ لم نعرف بعد، من الممكن أن يكون قد هرب إلى مقاطعة أخرى، إننا نبحث عنه. يجب أن تجده بسرعة. بالمناسبة، ما هي أخبار حمزة؟ وفقا لمعلوماتنا تزوج عبد الرحمن من ابنة عمه، وقد أرسلها مع حمزة إلى حصن الأصدقاء حفاظا على حياتها، وقد طلب من حمزة حمايتها. وهل هذا وقت الزواج؟ لابد أن عبد الرحمن يشعر بالوحدة بعد ابتعاده عن زوجته. سيدي، أنا أعرف حصن الأصدقاء جيدا، لكن وجود حمزة بداخله يجعل من الصعوبة اقتحامه. ليس من صالحنا إطالة المعركة حتى لا يهاجم شاو العاصمة. ما هي اقتراحاتكم؟ خيارنا الوحيد أن نخدع حمزة ونخرجه من الحصن. فليصغي الجميع، أنا معجب جدا بقوة حمزة وشجاعته وصدقه، ولذلك أريد أن تلقوا القبض عليه. إياكم أن تقتلوه أو تزعجوه. لكن حمزة قوي ويصعب قتله، فكيف تطلب منا أن نمسكه حيا؟ هذا شيء محال. لأنه يملك كل هذه الصفات الرائعة، أريده حيا. أرجو أن تترك لي أمر إخراج حمزة من الحصن، فأنا أعرف طباعه جيدا. إذا كان الأمر كذلك، ماذا ستفعلون؟ سنقدم له بعض الإغراءات أولا لنستطيع خداعه، لذلك أرى أن نطلق سراح جنوده الأسرى يا سيدي. بعد ذلك نذهب إلى حصن الأصدقاء ونطلب منه أن ينزل ضيفا علينا. هذه فكرة رائعة، بعد أن نطلق سراحهم يتابع اليوم مهمته. كم أتمنى أن يكون حمزة صديقا لي. هيا نفذوا. جاهز يا سيدي. ساحة المعركة هادئة، ما الذي يجري؟ هؤلاء هم جنودنا الذين عسرهم تسوتسو. افتحوا الأبواب. حاضر، افتحوا الأبواب. ما الذي حصل معكم؟ أخبرنا بسرعة أيها الجندي. جميع حصون المقاطعة سقطت بيد تسوتسو، ولم يبقى غير هذا. ماذا؟ قل ما هي أخبار القائد عبد الرحمن؟ هو والقائد حكمة مفقودان حتى الآن. توقفوا! حمزة، هرب عبد الرحمن وحكمة إلى مكان غير معروف. ماذا؟ لقد تخليا عنك وتركك وحيدا، لذلك من الأفضل لك أن تسلم نفسك للقائد تساتسو. سأجعلك تندم على كل كلمة قلتها. هجموا! أيها القائد الجبان، هل تنوي الهرب مني؟ إنه كمين. هيا يا حمزة، لقد أصبح الحصن بأيدينا الآن. اتركوني إذن. من أنت؟ ألا تتذكرني يا حمزة؟ شانغ لياو، هل أمرك القائد تسوتسو بأن تقطع رأسي؟
تعال وحاول ذلك إذن. لا فائدة من قتلي لأنني أتيت لأعرض عليك قضية هامة. لن أستسلم مهما كانت الظروف. لقد أمر القائد تساتسو بالمحافظة على حياتك وحياة زوجة القائد عبد الرحمن. وما هو السبب؟ كانت أوامر القائد تساتسو واضحة لئلا يتعرض أي شخص لكما. وهو يتوقع مني الشكر والعرفان من أجل هذا، أليس كذلك؟ هل هذه هي أفكارك الحكيمة المعروف بها يا سيد حمزة؟ ماذا؟ متى كان أداء الواجب في المعركة قرارا غير حكيم؟ أخطأت هذه المرة لأنك إن قتلت فستكون قد ارتكبت ثلاثة أخطاء. ماذا؟ الأول ستكون مخطئا لأنك ستنقض عهدك مع صديقك عبد الرحمن إذا كان ما يزال على قيد الحياة. والثاني ستكون قد قضيت بنفسك على حياة زوجة القائد عبد الرحمن بسبب قراراتك المتسرعة يا حمزة. والثالث هو أن القائد تساتسو يرغب بصداقتك، وإذا قتلت فستخسر بذلك فرصة تحقيق أهدافك النبيلة، لذلك أعرض عليك فرصة الاستسلام بشرف. لقد أقنعتني بكلامك فعلا، إن مقاومتي مفردا في كل هذا الوضع السيء لن تجدي نفعا. ما هو المطلوب مني أن أفعل الآن يا سيد الياو؟ من الأفضل لك أن تخضع الآن لأوامر القائد تساتسو وبعدها فكر كما يحلو لك يا حمزة. ولكن لدي ثلاثة شروط. قل ما هي. الأول لن أستسلم لتساتسو بل للإمبراطور، والثاني ضمان حياة هدى، والثالث إذا كان القائد عبد الرحمن حيا فسأعود إليه. إذا ضمنت لي موافقة القائد تساتسو على هذه الشروط فسأستسلم له، وإلا سأرفض حتى لو كنت سأرتكب 100 خطأ دفعة واحدة. تأكد يا الياو أنني سأدافع عن شرفي وأهدافي النبيلة وعن زوجتي عبد الرحمن حتى الشهادة. لقد عهدت نفسي وعهدت عبد الرحمن على ألا أخونه مهما كانت الظروف صعبة أو قاهرة. سأنقل شروطك هذه إلى القائد تساتسو، لذا أرجو منك أن تتغيث قليلا ريثما أعود إليك. تأكد أن القائد تساتسو سيوافق عليها. أنا قائد جيش الإمبراطور، وهذا يعني أنني أنا الإمبراطور، وسأقبل الشرط الأول وسأضمن حياة زوجة القائد عبد الرحمن حتما. أما بالنسبة للشرط الثالث فلن أسمح لحمزة بتركي إذا ظهر عبد الرحمن على قيد الحياة. وضع حمزة هذا الشرط لأنه مخلص جدا لعبد الرحمن، ولكن إن عملته بشكل جيد وكسبت صداقته سيشعر أنه مدين لك بحياته بشكل دائم. لياو أقنعتني بكلامك، أبلغه أنني موافق على شروطه. سأذهب الآن وأحضر حمزة إلى هنا. وأنا سأكون بانتظاره. حسنا، استطعت أن أكسب حمزة فعلا. وافق القائد تساتسو على جميع شروطك، أرجو أن تتفضل معي. ماذا تقول؟ إذن لابد أن نستشير زوجة عبد الرحمن في الأمر، إنها الآن بمقام عبد الرحمن ويجب أن أخذ موافقتها. من حقها أن تقرر مصيرها، ولهذا السبب يجب أن نستشيرها. لست في حاجة لأن تسألها في الأمر، بل علي احترام عبد الرحمن في غيابه. والآن أطلب منكم إبعاد قواتكم عن الحصن لعدة أميال حتى لا يكون استسلامي مشينا. لا أحب الخروج وأنتم تحاصرونني. يستسلم حمزة ويفرض شروطه علينا أيضا. حسنا، اسحب الجيش ودعه يخرج من الحصن بالشكل الذي يناسبه. ماذا سنفعل إذا غير حمزة رأيه وقرر أن يقاتلنا بعد سحب جيشنا من الحصن؟ إذا كان حمزة من الذين ينقضون عهودهم اقتلوه. وإن كان كذلك فلن أندم على خسارة له. هيا اذهبوا من هنا الآن. حار. حمدا لله على سلامتك يا حمزة. آسف جدا، تبدين قلقة. هناك موضوع هام أريد استشارتك فيه يا أختي. أخبرني الجنود أنه يجب علي انتظارك، هل هناك أمر خطير يا حمزة؟ لدي طلب واحد، بما أن عبد الرحمن غائب هل توافقينني على قراري بالاستسلام للقائد تساتسو؟ أنت الصديق الوفي للقائد عبد الرحمن، وأنا مطيعة لأي قرار تتخذه بشأني كما تريد يا حمزة. أنت طيبة فعلا، سأفديك مهما حصل وسأبقى وفيا لعبد الرحمن مهما كان وضعه الآن. أنا تحت تصرفك أيها القائد تساتسو. سعيد جدا بوصولك، أنت تعرف تقديري لشجاعتك وأخلاصك يا حمزة. شكراً،
أخبرني القائد لياو بأنك وافقت على شروطي الثلاثة، هل هذا صحيح؟ أجل، أنا ملتزم بعهدي لأنني لا أحب الخونة. سوف نحتفل الليلة بوصول ضيفنا القائد حمزة، جهزوا الولائم. حاضر. تحقق حلم القائد تسوتسو بأن يكون حمزة إلى جانبه. كان حمزة مشهورا بشجاعته وقوته ووفائه، وهذا هو سبب إعجاب تسوتسو به. أما هدى فقد كانت حزينة لأنها فارقت عبد الرحمن في أول فترة زفافها له، وكانت تعيش كأسيرة، في حين ضاع حكمة أيضا ولم يعرف أحد أين يوجد. فهل سيلتقي الأصدقاء الثلاثة من جديد؟